السلام عليكم. هند الطاهري منظمة الحفل لليوم العالمي للمرأة، ممثلة جمعية جسور الأمل. اليوم جمعية جسور الأمل كتحط الرحال ديالها في دار الطالبة بمناسبة بعدا. أولا سمحوا لي أن نحيي كل نساء العالم وخاصة المرأة المغربية، المرأة الحاضرة دائما داخل المجتمع المغربي، المعروفة المرأة المغربية بالتضحية، معروفة بالعمل ديالها اللي كتكرس الحياة ديالها داخل البيت وفي العمل. كنحيي المعلمة مربية الأجيال، كنحيي الطبيبة، كنحيي كل عاملة، كل فلاحة وكل ربة بيت. اليوم الرحال كما قلت لكم تحطوا في دار الطالبة، اللي كنشكروا الطاقم المشرف على هذا الدار من مديرة ومن إداريين اللي سمحوا لنا أننا نتقاسموا هذا النشاط ديالنا وهذه الفرحة بهذا اليوم المميز اللي هو اليوم العالمي للمرأة. كما قلت هاد الطالبات اللي هما الأمل ديالنا، اللي هما اللي كنسلموا المشعل باش ينيروا درب هذا البلد الأمين. وبالتالي كنشوفوا الحمد لله ارتسمت الفرحه على الطالبات. الجمعيه ديالنا كي قلت كانت حاضره في قوه، الجمعيه ديالنا دارت تعريف على الثقافه المغربيه من خلال اللباس التقليدي، من خلال القفطان، وكان واحد التجاوب كبير مع الطالبات. اليوم خرجنا الطالبات من الضغط ديال الدراسه بحكم انهم طالبات متفوقات، علما ان هذا الدار كتستقطب غير الطالبات، يعني كتحط على الطالبات المتفوقات. ولا يفوتني ان اشكر مديره ديال دار الطالبه اللي سمحت لنا هذا النهار باش نتقاسموا مع الطالبات ديالهم، اللي هما انا كنقول لهم بنيتهم، لان شفت المعامله كيفاش كيتعاملوا مع هاد البنات، وتا حنا فرحنا بزاف باش يشاركونا هاد الفرحه في هاد اليوم المميز. كنقول شكرا، شكرا للمديره، شكرا لنساء العالم وخاصه نساء المغرب، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيمه سيو مديرة إقامة الطالبة بفاس، اليوم نحيي حفلا وعرسا ثقافيا بمناسبة مرور الشطر الأول من الموسم الجامعي 2021-2022 وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هذا اليوم الذي نحتفل به دائما بإقامة الطالبة، وهذا العام نتميز باستقبال جمعية جسور الأمل الممتدة إلينا كإقامة الطالبة التي تأبى أن تشارك طالباتها وبناتها هذا الاحتفال. هنيئا لنا بهذه الجمعية، وأهلا وسهلا بالطاقم التقني، بأعضاء جمعية جسور الأمل وبطاقم التصوير والتسجيل. شكرا لكم. السلام عليكم، انا سناء معيز ستيليز، جيت لدار الطالبات باش نفرح هاد البنات لان اليوم العالمي للمراه، وبغيت انا نفرحهم وبغيت نشارك معاهم الفرحه ديالهم. ان شاء الله هما غيكونوا نساء الغد، مرحبا بيا عندهم لان سميتو جمعيه جسور الامل عطاتني هاد الفرصه بانني نلبس البنات بهذا الزي التقليدي المغربي الاصيل. انا فوزيا حميمو، هدى مصلح لاش تجي، جيت انا في بلاصتي ان شاء الله. انا كنحتفل بعيد المراه بينكو دي بياخ دي المانيا ان دوسندورف، بينكو اكي نرويكو سين فاس انتونتيس ني para بينكو para el viaje para eso entonces muchas gracias para todos. De verdad estoy contenta, estoy feliz, estoy muy muy contenta. De dos años y medio no estoy aquí en Marruecos. Dos años y seis meses no vengo aquí. Ahora estoy de aquí con familia, con culto, está muy bien. Y كنشكركم بزاف. انا يا راني فرحانه بهذا الحضور بهذا الشيء، ما تصوروش الفرحه ديالي. وكنقدم تحيه للاخت هند الطاهري، كل واحد ان شاء الله. ان شاء الله جينا اليوم نفرحوا هاد البنيتات، ونتمنوا نكونوا معاهم على بصح، نخدموا لهم هما عريسات ان شاء الله بصح، ونتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. تبارك الله عليكم، الله يحفظك. معكم لمياء شاعر، ميك اب ارتست.
عيطوا لينا، كنشكر هذه الجمعيات جسر الامال، عيطوا لينا في هذه الانشطه نساعد المراه باش نفرحوا البنيتات ديال دار الطلبه ونصوبوا ليهم ونبدلوا لهم هذا الجو ونبدلوا لهم الروتين ونفرحوهم ونفرحوا حتى حنايا. كنشكر هذه الجمعيه هذه وكنشكركم كاملين. السلام عليكم، سميتي هبه جوهر، عضو جمعيه جسر الامل. اليوم بمناسبه اليوم العالمي للمراه جينا اليوم لدار الطالبة. كيف كتعرفوا كاع طلبة كيعانيو من ستريس وتوتر في الأيام ديال الدراسة وبالأخص في الوقت ديال الامتحانات. استغلينا هذه المناسبة باش نجيو نشوفوا الطالبات ونفرحوا معاهم ونحيدوا لهم هذا الستريس. زيد على أن جمعية جسور الأمل من الجمعيات المعروفة والمحبوبة كذلك. درنا هذه البادرة باش نزيدوا الثقة فيهم في نفسهم ونفرحوهم ونبدلو لهم الجو ديال القرايه كي قلت في الاول. سميتي مريم فحوحي من اقليم تاونات، عايشه في فاس بالضبط في اقامه الطالبه. بمناسبه يوم العالمي للمراه بغاو يحتفلوا بنا الاقامه وداروا لنا حفله بشراكه مع جمعيه جسور الامل، قدموا لنا ملابس تقليديه اللي عرضناها على الناس وبصراحه هذا الشيء زوين وكيفرحنا وكيخرجنا من الاجواء ديال القرايه والضغط. شكرا للمجهودات اللي قدموا لينا على المشرفين على الجمعيه وتا الاقامه مديره الاقامه. كنبغي نقول لهم شكرا. كم سلمى بن فارس طالبه من نواحي اقليم تاونات، حاليا كنقطن بمدينه فاس وفي اقامه الطالبه ديال فاس طبيعه الحال. اليوم كاين عندنا واحد النشاط مناسبه عيد المراه، وكان الجمعيه جسور الامل دور كبير في هذا اليوم، وخصوصا الاقامه اللي اقامه جمعيه مؤسسه جمعيه اقامه الطالبه اللي سمحت لنا اننا نديروا مجموعه الانشطه واللي دائما كيساندونا وكيعاونونا باش نعبروا على بزاف ديال الاشياء من خلال هذا الشيء. كيتخرجوا زعما طالبات زعما ما شاء الله دكاتره كيتخرجوا من هذه الاقامه. وكنقدم الشكر لكل اعضاء اقامه الطالبه، المديره ولا مدام نوال، مدام جميله، مدام عائشه، وشكرا. مسيرة من الخضرة، مسيرة من الروحة.
يا حمراي والواد وادي يا صرفي والواد وادي والواد وادي يا سنة والواد وادي شوفي السلام والواد وادي والواد وادي يا صرفي والواد وادي شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.